رسول الله. طيب احنا نبارك لقناة الواقع الفضائية ولجمهورها العزيز الإنجازات اللي حققت عن طريق مهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة، حصول برنامج البزنس 3 كأفضل برنامج واقعي لعام 2024. تحية لقناة الواقع وجمهورها، وعلى ذلك إن شاء الله سيستمر النجاحات، تستمر العطاءات، تستمر الإبداعات، تستمر التميز، يستمر إن شاء الله كل ما هو جميل لهذه القناة. وكما قلنا لكم، النقلة النوعية بدأت معكم هنا بال4K بالكاميرات والإبداعات والتميز، فنحن سلسلة متواصلة من الماضي في الحضارة وفي الإبداع وفي التألق. نحن الآن سلسلة متواصلة مع لما عملوا الإخوة من قبلنا. أنا أقول يا أبو عبد الله، برنامج كاريزما سيتصدر بإذن الله مسارح الجوائز بإذن الله، سيحصل على جوائز إن شاء الله، ليس جائزة واحدة، لأنكم كفو تستاهلون. شكرا شباب، يعطيكم العافية. أبو كاتم ينتظرك، عبد الحربي أبو كاتم ينتظرك، تبدأ الفقرة. أبو كاتم ينتظرك الآن، شيك طقتكم مركب. أبوك تحية لعبد الحربي سيدي. أبو كاتم سمي يا سلطان. عمر قالوا إننا بنتكلم في الموضوع ذا وبنكلم أبو عبد الإله، لأن أخوي أبو كايد ناصر الحربي يضرب وجهه وراعي الفكرة. أخوي أبو كايد يطول العمر جاء وأنا